السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم عن السواقه في الشارع المصري. هي مش وحشه قوي كده يعني. في عدة مشاكل واجهني انا شخصيا لما بنزل بسوق، ان الشارع بيبقى زحمه جدا، الناس بقى كلها مخنوقه من بعض، انت بتبقى نازل من بيتك وبعد كده توصل الشارع حاول لما تيجي تهدي تدي فلاشر عشان الناس تبقى واخده بالها ان في مطب، فتهدي بدي فلاشر. لما تيجي تركن حاول ما تركنش على ملف او مدخل شارع علشان الناس لما تيجي بتخش او تيجي تلف تواجه صعوبه، ودي حاجه بتضايق. حاول ان انت لما تسوق تبقى هادي، البس حزام الامان سواء بقى انت قاعد قدام انت السواق او انت اللي ورا. الناس وهي سايقه واحد كسر عليك خلاص، ما تبقاش واخد الموضوع بقى كده قفش لازم انزل واتخانق معاه واضربه وبتاع. معلش ممكن يكون هو ما كانش واخد باله او ما كانش قصده، معلش ايه ايه ده يعني، ريلاكس وعديها مش مشكله. نلتزم باشارات المرور، حاول ان انت لما تبقى في اشاره مرور حاول ان انت وتبقى حمرا حاول ان انت تقف، تبقى خضرا ان انت تمشي، بس ان ده هيسهل حاجات كتير. بقى في بادره بتحصل، بادره لطيفه زي ما احنا شايفين في الصوره دي، العربيات اللي هي نص نقل اللي بتوصل بتجيب منتجات الكشك وكده، بقوا حاطين لازقين على ظهر العربيه ستيكر بيعبر عن ان هو لو انتوا كنتوا شفتوه اللي هي نحترم بعضنا نوصل كلنا، مش عارف ما ترميش زباله في الارض، حبه صور كده لذيذه. بوينت ثانيه بقى، الحاجات اللذيذه اللي اكتشفتها الاسبوع ده على الفيسبوك، كوميك اسمها سولجرز اوف الله، يس جنود الله، خلال رسام اسمه احمد بركات. تلاقوا اللينك بتاع الصور او الكوميكس دي في الديسكريبشن بوكس هنا اهو ان شاء الله. ارجو ان الكلام يكون مفيد واشكركم لاستماعكم والسلام عليكم. حاجه لذيذه بقى تعملها وانت سايق عشان تفك التجاعيد، في تجاعيد هنا مثلا لو عايز تفكها تعمل كده، دي الكلام ده تعمله وانت سايق، تمام؟ واحده يمين واحده شمال، ودي بقى حركه السمكه العبيطه دي برضه بتشيل التجاعيد اللي هنا، دي بقى عشان تجاعيد الرقبه تعمل كده اهو. فتخيل بقى لو انت جمعت بين دي والسواقه هيبقى شكلك عامل ازاي؟ بيب بيب، انا بفك التجاعيد.